اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قنوات كيس سبورت الرياضي. انا علي العزيز احييكم في يوم جديد في برنامج عيش المونديال مع ضيوفنا الكرام. معي اليوم ضيفاء روسيا الهوى والهويه، فلاح القحطاني الاعلامي والناقد الرياضي. الله فيك ابو يزيد. حياك الله استاذ هاني، سعيد جدا بتواجد معك اليوم على شاشه القناه الرياضيه، وسعيد جدا بتواجد زميل ابو فرح. ان شاء الله تكون حلقه مثريه ان شاء الله. محلو بعد روسيا يا ابو الله يسعدك. احنا من قبل روسيا. الله ايضا الغائب الحاضر عندنا من زمان ابو فرح، عبد الوهاب الوهيبي. هلا فيك يا ابو فرح. يا مرحبا فيك ومرحبا بالزميل استاذ فلاح، زميل رحله روسيا وقناه الرياضيه اللي كانت معنا ايضا في روسيا، ومرحبا بجميع المشاهدين. ان شاء الله نقدم ما يليق فيه. رحله طويله ابو فرح ما بين استاد موسكو في روسيا وما بين استاد موسكو هنا في الرياض. بامانه انبهرت من ما هو موجود في استاد موسكو في الرياض. مونديال تنظمه روسيا امر متوقع، لكن قاعه لحضور مباريات في المملكه العربيه السعوديه في الرياض بهذا الحجم وبهذا التنظيم وبهذه الكثافه وبهذه الدقه، يعني شكرا لجميع الشباب السعودي اللي اشتغل على هذه القاعة. شكرا لهيئة الرياضة وشكرا للقناة الرياضية. شاشات عملاقة، مقاعد مريحة، كافيات، كل ما يتطلب الأمر للاستمتاع بمباراة كرة قدم. إن شاء الله لك تجربة ثانية، إن شاء الله لك جاية ثانية، إن شاء الله أبو فرح معنا أنت هو بيزيد إن شاء الله. احنا من خلال كمشاهدين متابعين لكأس العالم أو كضيوف عندنا تشرفونا. شوف القناة الرياضية قناة الوطن، ويشرفنا الظهور فيها في كل وقت في كل حين. طيب أبو فرح، بروح لك المسألة المهمة. أنت ثالث ضيف فعليا يكون معنا في هالبرنامج من اللي كانوا متواجدين أو قريبين أو تعايشوا عن قرب مع كأس العالم في روسيا من خلال دور المجموعات. كان السؤال نفس السؤال كرر أكثر من مرة في هذا الجانب، سألت زميلنا أبو يزيد فلاح عن هذه المسألة، وسألت الصدعان عن مسألة التجربة الإعلامية كاملة في روسيا. أنتم كسفراء للمملكة العربية السعودية، كوفد إعلامي كبير حضر إلى روسيا، إيش كانت الأهداف المحددة لهذا الموضوع؟ كيف كانت التجربة بشكل عام؟ أعطينا تقييمك والتجارب والقصص في هذا الموضوع. شوف، هذا كلام يعني ما أخفيك ولا أخفي المشاهد، أنه الآن في جوالي في المذكرات ما يقارب 12 تغريدة كنت أجهزها لسرد قصة رحلتنا في روسيا. بنفس سؤالك هذا، بنفس محتواه تحتوي الرسائل. الفكرة من تواجد السعوديين في روسيا، أيا كان الهدف، طبعا أنا قد أرى أو أتصور هدف معين، ولكن قد يكون مسؤول عنده هدف أهداف أخرى، لكن أيا كان الهدف فأنا أشوف أنها حققت الغاية وحققت المنى من هالعدد الكبير اللي راح لروسيا. بأمانة بأمانة أنا تعرفت على زملاء كثار، يعني كنت أشوفهم ما بيني وبينهم علاقة وطيدة، يعني سلام من بعيد، أو أقرأ لهم أو أشوفهم في البرامج التلفزيونية. تعرف في روسيا تعرفت عليهم عن قرب، بضمنهم زميلنا الأستاذ فلاح، كان نعم الزميل، كان يعني بشوش مع الجميع، وهذا ديدن جميع الزملاء في روسيا. من أجمل الأشياء اختفت الألوان وانصهرت في لون واحد اللي هو الأخضر. كان تجمع إعلامي كبير على والله على هدف سامي كبير، بلا مجاملة، يعني على المملكة العربية السعودية. وأنا حلفت بالله والمفروض أني ما أحلف، لكن بلا مجاملة اختفت الألوان وانتحدوا مع الأخضر السعودي. كانت طريقة خروجهم، طريقة تعاملهم مع الضيوف، مع الضيوف طبعا من دول أخرى لما يجون الفندق اللي احنا ساكنين فيه، طريقة تعاملهم مع القنوات اللي تحاول تاخذ لقاءات معهم حتى باللغات باللغة الأجنبية، طريقة تعاملهم مع البائع، يعني اقصد الإعلاميين السعوديين اللي انا مشيت معهم ورحت معهم، كانوا قمة في الروعة، كانوا فعلا حريصين على نقل الصورة صحيحة عن المواطن السعودي. وهذا ما دار في حواراتنا مع بعض الروسيين احيانا، في انه في مسألة تعريف المواطن الروسي بالبلد السعودي، ايضا هم نقلوا صورة حسنة عنهم. بأمانة كانت رحلة ناجحة، واجهنا الكثير طبعا. طيب هذا في الجانب في الاجتماعي وفي جانب العلاقات، لكن أتكلم لك في الجانب المهني. أنت كرجل لك باع طويل جدا في الصحافة، وكرجل صحفي ضليع جدا، أنا أتكلم لك
ماذا قدمت عبد الوهاب، ماذا قدم عبد الوهاب الهيب من نقل تجربته اللي كان فيها في روسيا؟ هذاكم الحين بتحرقون علي اللي بنقله. طبعا هي طبعا في الاخير انا صحفي وكاتب واعلامي ومحلل، لم اصل لمرحله تاليف الكتب والروايات واكون ضليع في الادب، لكن هي تجربه ومن حق الجمهور انه يعني يرى شيء من ما شاهدناه هناك بطريقتي وباسلوبي. انت الان تطلب مني اسردها. اللي حصل هناك حكايه جميله جدا جدا بالنسبه لي انا شخص عبد الوهاب الوهيب. انا حضرت كاس العالم 2006 وكنت يعني ولا زلت انقل او اروي حديث حدثت فيها في بالمصادفه ناس كانوا معي في روسيا كانوا معي ايضا في 2006. انك تحضر كصحفي كاس العالم او كاعلامي بشكل عام تحضر كاس العالم، هذه تجربه ثريه لا توازيها تجربه اخرى. يعني ايش اكبر من مونديال عرس كره القدم؟ يعني تضيف لك شيء كثير، تقابل الشخصيات المختلفه، تقابل النجوم، تقابل الجماهير مختلف اطيافها مختلف عقلياتها، ترى طريقه تشجيع مختلفه، كل منتخب طريقه تشجيع تختلف عن الاخرى، تشاهد مباريات على الهواء مباشره، يحصل ان يعني تقودك الصدف الى انك تحضر مباريات لا تخص منتخب بلادك لكنها صحيح. تبقى مباريات موندياليه ضمن كاس العالم وتشاهد فيها نجوم كره القدم على هواء مباشره او على الواقع، يعني هي تجربه ثريه بلا شك. هذا غير انك يعني تاخذ وتعطي مع زملاء اعلاميين مختلفي المشارب مختلفي التوجهات، تعطيهم من افكارك، تستفيد من افكارهم حتى لو كان بطريقه غير مباشره، حتى لو ما كان يوجه نصيحه او ما توجه نصيحه، من طريق سرد الحديث تعرف تجربته وتستفيد منها. كان عندكم خطه اعلاميه ابو فرح في هذا المشارك؟ انا بالنسبه لي انا لم يكن عندي خطه اعلاميه، كنت ملتزم مع القناه الرياضيه وظهرت معها في مرتين مختلفتين، لكن زملائي اللي يكتبون ما زالوا في الصحف الميدانيين كان لهم خطط، زملائي المذيعين والمعدين في القناة الرياضية كان لهم خطط، ومذيعين الإذاعات السعودية ومذيعين البرامج الأخرى ام بي سي سبورت أو ام بي سي بشكل عام كان لهم برامج وكانوا متواجدين، مذيعين الإخبارية قناة السعودية. بون شاسع ما بين حضورك أو الظهور الإعلامي أو التجربة الإعلامية الكاملة لا شك في وفد 2006 ما بين لا شك مختلف جدا. وإذا كان الحضور في 2006 أضاف لي 30% ف 2018 أنا أشوفه 90% إذا ما وصل 100% اختلفت التجربة وزادت يعني نضجا إن كان مني ولا من طريقة تواجدنا هناك يعني. وهذا للأمانة حق علي أن أشكر كل من قام على هذا الوفد، يعني هيئة الرياضة جميع طاقمها من أعلى شخص ومعالي المستشار وزميلنا الأستاذ رجاء، زملاء اللي يعملون واللي كانوا متواجدين. عندنا حساسيه كثيره يا ابو فرح من لغه الشكر ومن لغه لا 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 شوف الفرح انا دائما رجل لا انا اتكلم لك اقول لك دائما عندنا من لا يعني قاعده عامه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن الان دائما نسمع كثير عن مفرده التطبيل، مفرده انه اي عمل مهم اي عمل قدم جميل بطريقه جميله، اكيد كل عمل له سلبيات، اكيد كل عمل له اخطاء معينه، لكن اذا العمل قدم بشكل جميل، العمل قدم يعني باخطاء قليله جدا، اذا كانت النسب قليله جدا، يعني صعب جدا انك تعتبر هذا الشكر او لغه الحمد تعتبرها تطبيل كامل. شوف انا اخوك في انا بالنسبه لي شخصيا انا عندي قناعه كامله، اذا كنت تقصد معالي المستشار، هذا الرجل رجل دولة وثقت فيه القيادة الحكيمة ووضعت في هذا المكان، ولذلك أنا أكبر مطبل لمن يثق فيه ولاة الأمر يضعونه في هذا المكان، أنا أكبر مطبل، ما عندي أي مشكلة في الحديث هذا لما يتكلم أحد. هذا الرجل أثق فيه لأن ولاة أمري وثقوا فيه، وبالتالي سأدعمه بإذن الله حتى ينجح بإذن الله، حنا مع حكومتنا في كل الأحوال. هذا اول ولا نقطة. ان الامور ايضا قاعده تصير بشكل تصاعدي جميل. النقطه الاخرى هناك عمل يقدم صحيح، فخلنا نجعل هذا العمل هو معيار حديثنا صحيح. يعني
انه يزور موسكو وعلى حساب هيئه الرياضه ما يقارب 2500 شخص، يعني اباوت تقريبا يعني الى 3000 شخص برعايه هيئه الرياضه. باقي مصطلحات الانجليزيه عشان روسيا تو ما حول لا الله يعين الله يعين بس على الكلمه دي الله يعين، لكن خالف جت بساطه تلقائيه. كل هذا الموجودين لنقل رساله وصوره صحيح. صوره المواطن السعودي، صوره صحيح. الرجل السعودي في موسكو امام العالم، كل ما بذلوه وطريقه تنظيمهم، طريقه تناقلهم، تناقل الاعلاميين، تناقل اللاعبين القدامى، حجوزاتهم في المطارات، تنقلاتهم في الباصات، توزيع التذاكر المباريات عليهم، كل هذا كانت تحتاج جهد. يعني انا اتذكر انه في رحله، ومعليش انا بطيل عليكم يمكن اخر، لا لا انا وعدته لانه هو اخذ مسافه كثيره مشي، فقلت له بخلي ابو فرح الى انه جاي قبل ها تريح شوي تاخذ الى انه جاي قبل مراحل ومرتاح. اي لازم. في قصه مباراة الأورغواي كان بعض الإعلاميين يتحدثون فيها أثناء ما كنا في روسيا، جميل. وكان فيها معاناة جميل، لكن حتى فيها المعاناة يعني طبعا مشينا مشي فلاح يقول نقص 4 كيلو. وين ما شوف ما واضح النقص. يقول نقص 4 كيلو مشينا مشي في ذيك الرحلة، يعني طلعنا من فندقنا في موسكو الساعة 7 الصباح، انطلقنا من بالباص الى المطار. طبعا من يصل الباص الى المطار يحتاج وقت من ساعه الى ساعه ونص تقريبا. كان في باصات معده تنقلكم الى تنقلنا من جاهزه، ثلاث باصات تنقلنا من الفندق الى المطار. جميل. في المطار على بال ما ناخذ تذاكرنا ندخل عفشنا وناخذ تذاكرنا وننتظر الطائره متى تقلع، يعني من ساعتين الى ساعتين ونص الى ثلاث ساعات. طبعا الزملاء في الهيئه يتحسبون لاي ظرف ولذلك نروح مبكرين. المهم طلعنا من الساعه 7 صباحا، رجعنا للفندق، دخلت الفندق انا الساعه 6 صباحا اليوم الثاني، ولكن بامانه مع ذلك ومع هذا التعب والمشي اللي مشيناه في مدينه روستوف مشينا مشي طويل بحكم من المدينه اغلقت. بالعكس يوم المباراه اغلقت. صحيح هذا لكم المشي. لا مو انا اقصد انه في ارهاق عشان نكون صريحين يعني. لا لا بعض الناس يقول انتم ما تنتقدون. لا روسيا قارره لانها ولا ما في سلبيات. خليني اقول هذه طبعا هذه حدثت. جميل السلبيات للتطوير جميل. لا لكن انا ما اراها سلبيه لانه لما وصلت الملعب كانت المباراه باقي لها اقل من 10 دقائق وتنطلق مباراه السعوديه والاورجواي. كنا نتصور احنا في الباص انه ما راح نلحق على المباراه، يعني على اعصابنا المباراه بتبدا خلاص ما ندري ايش يقابلنا. لما وصلت الملعب لقينا موظفين الهيئه في درجه الحراره 27 او 28 ينتظرونكم بالتذاكر. والله العظيم فارشين على الارض، قاعدين على الارض ما في فرش تحتهم، يعني جالسين على الارض مباشره ومعهم تذاكر. موظفين لهم احترامهم وتقديرهم هنا ولهم يعني برتبهم كويسه، يعني ما نظروا لها، ما نظروا لشخصيتهم الاجتماعيه، نظروا كيف يخدمون هذا الوفد. رجال اشتغلوا بامانه انا شوف انا ماخذ التذكره من يد بيد من هذا الشخص، يمكن شافهم الاستاذ فلاح. طيب. كانوا يجلسون على الارض في عز جميل. الشمس وحنا مضر يعني نمشي ومضرين من الشمس. جميل. ولذلك وجب شكرهم. اوكي احنا صار فيه لخبطه، صار فيه تعب في المشي. جميل. في الباصات في المطار ورجع و24 ساعه ما نمنا او 23 ساعه على بال ما وصلنا. لكن في الاخير يجب شكرهم، هم اشتغلوا وعملوا، يعني ما المشكله مو فيهم هم، المشكله انه هذا نظام الرحله او انك تجي قبلها بيوم. وحتى ذيك انا دائما اقول ذكر السلبيات ممكن يؤدي الى تطوير وأنا ما حتى لو كان العمل الاحترافي يؤدي الى تطوير هذا العمل الاحترافي. ابو يزيد برجع لك لكن باخذ لك بخليك ترتاح اكثر. عندنا بس فاصل يا شباب جاهز؟ طيب فاصل قصير لاذان صلاه العشاء وبعد الفاصل ان شاء الله راجعين. عودة لكم مرة أخرى مشاهدين الكرام مع ضيوفي فلاح القحطاني وعبد الوهاب الوهيب. الحديث أبو يزيد الآن عن مرحلة قادمة، عن السؤال المهم العريض عند الكل، ماذا بعد المونديال؟ طبعا سؤال حقيقة كبير يعني يحتاج إلى إجابات كثيرة. يعني أنا أعتقد التجربة السعودية في المونديال سواء من ناحية المنتخب السعودي أو حتى من ناحية التجربة الإعلامية الثرية اللي كانت يعني بالنسبة لنا شيء كبير جدا.
فيها الكثير من السلبيات وفيها كثير من الإيجابيات. فطبعا دائما أي عمل يتم تقييمه يكون يحتاج إلى عدة عوامل، إلى قراءات صحيحة، إلى اشتراطات معينة من أجل فرز السلبيات والاستفادة منها، وكذلك يعني الاستفادة من الإيجابيات التي حدثت وتطويرها. بالنسبة للمنتخب السعودي، إذا تحدثنا على الجانب الفني تحديدا عن المنتخب السعودي، أعتقد المنتخب السعودي يمكن الجميع كان غاضب تحديدا في المباراة الأولى على يعني ليس بسبب النتيجة. أنا قلتها في الحلقة السابقة، الغضب لم يكن بسبب النتيجة. النتيجة في علم الغيب، كرة القدم معرض أنك تفوز 10 ومعرض أنك تنهزم 10، فما بالك إذا يعني خسرت بالخمسة. كان مستوى مقرون بالنتيجة، المستوى كان سيء جدا يعني بصراحة بكل أمانة. يعني في المباراة الأولى لم نشاهد لاعبين يحترقوا من أجل الشعار، لم نشاهد يمكن أغلب اللاعبين حتى العرق، يمكن التيشيرت ما كان فيه يعني ما كان فيه أي احتكاك، ما كان فيه أي روح، يعني كان الأمر غريب جدا. هذا السبب اللي على العكس من مباراة الأورجواي ومباراة مصر اللي كان فيها الأداء السعودي ظهر بشكل جميل. يعني عشان كذا أنا كنت أقول مستويات الرضا اختلفت كثير جدا. يعني لو كانت البطولة من مباراة واحدة لكان نقول إنه مباراة روسيا كانت خطأ كبير أو حالة عدم رضا كبيرة من الشارع الرياضي السعودي، لكن بعد مباراة مصر وبعد الفوز وقبلها التعادل مع أورجواي والمستوى الكبير تغيرت معدلات أو مستويات القبول لدى الشارع. طبعاً إنه يوم سيء كان في يوم مباراة يعني مصر. شوف يعني المباراة الأولى حقيقة كانت صادمة للجميع يعني بكل أمانة، يعني لذلك أنا أعتبرها يجب الاستفادة من هذه التجربة. والله شيء كبير يا أبو يزيد إنه اللاعبين إنك تتجاوز صدمة البداية بهذه الطريقة بخمسة أهداف ثم تتعادل مع الفريق الأقوى في المجموعة الأورجواي، بعدين تهزم المنتخب. خسرنا مباراة الأورجواي خسارة بخطأ مصري. بخطأ إيه. خسارة الأورجواي كنا الأفضل يعني. الفوز على المنتخب المصري كانت يعني صحيح هي جميل جدا. أنا أعتبر التجربة بشكل عام تعتبر جيدة، يعني يمكن المباراة الأولى كانت هي اللي تعتبر حتى الهدف في مباراة الأورجواي ما كان إلا يعني كان لا لا الجميع كان راضي، خطأ فردي رغم أنه قدمنا مستوى فني حتى كبير. لو حتى لو خسرت نتيجة 3 أو 4 مباراة الأورجواي أنا أعتقد على المستوى اللي قدمته الجميع لن يغضب مثل يعني. ترى القضية ما هي قضية الخمسة أو قضية 4 أو 3، القضية كانت على المستوى على الأداء الصادم، خاصة المباراة الافتتاح الجميع كان يتشوق لهذه المباراة، حضور على أعلى مستوى، حضور سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان حضور شخصيات رياضية، الجميع تكبد العناء من أجل حضور هذه المباراة. فلما أنت كلاعب سعودي تظهر بهذا الأداء الهزيل أكيد الجميع. بس كتجربة تعتبر توافقني يا أبو فرح، يعني كتجربة ما كانت سيئة كثير، يعني كانت مرضية حتى بالأرقام، تعتبر ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي. احنا عندنا الأفضل يا أستاذ هاني، احنا ليش نزعل؟ أنت متى تغضب؟ إذا كنت عندك شيء، أنا يعني لما تكون أنت عندك شيء ممتاز وشيء جيد جدا وتقدر تقدمه وتقدم الأسوأ هنا أغضب، لكن إذا لم يكن لديك الإمكانيات ولم يكن لديك يعني شيء تقدمه ولم تقدم شيء لن أغضب. كلاعبين يعني؟ أنا أقصد بشكل عام الكرة السعودية. لا لا لا، شوف كلاعبين أنا أختلف معك. شوف اللاعبين شوف كلاعبين عفوا إذا تسمحت لي بقاطعك. طيب اسمح لي، إذا أول شيء خليه يسمح لي. تفضل. خاطرة عالية. لا لا لا. كلاعبين أنا طبعا كإمكانيات وقدرة بلد نعم نمتلك الإمكانيات أن نخلق منتخب قوي. جميل. وهذا ما يتأتى إلا بعمل منهجي يعني تأسيس. لكن كلاعبين ما نمتلك ان نقدم افضل مما قدمنا، يعني بالذات مباراه مصر كانت المناسبه لها. مباراه السعوديه ومصر كانت افضل مباراه للمنتخب السعودي يمكن من 5 سنوات أو 6 سنوات. جميل. انا حتى اقول انا شفتها استمتعت حتى في طريقه الاستحواذ على الكره يا رجل. كنا مسيطرين ونلعب الباص مرتاحين، ما في ضغط علينا، الضغط على ودائم هجماتنا اكثر، نسبه الاستحواذ اعلى، لاعبتنا افضل من مرروا في مباريات، يعني واحد من لاعبتنا وصل نسبه الى اعتقد 93.7 نسبة تمرير، يعني قارنوه بافضل لاعبة العالم بدون ذكر اسماء على اساس انه ما يتأول الفكرة لاشياء اخرى او الميول او غيرها. كانت مباراة متميزين فيها. جميل. افضل مباراة شفتها للمنتخب السعودي من ايام كاس اسيا 2007 بالنسبة لي شخصيا. جميل. يمكن 2006 2007 كان هذاك منتخب الذكريات، بعدها ما قدمنا شيء، إحباطات، لم نتأهل كأس العالم في كأس آسيا، خرجنا من كأس آسيا من الدور الأول في كأس آسيا، دور مجموعة صحيح. اللي قدمه منتخبنا في كأس العالم في موسكو يعني ثاني أفضل مشاركة، يعني ليس هو المأمول لكن جهد مرضي من على إمكانيات لاعبتنا
الحمد لله بيض الله وجيههم. طيب. لأنه صراحة صراحة نحتاج لاعبين أفضل من الموجودين. طيب جميل، خلينا نروح نعيش المونديال أكثر مع برنامج عيش المونديال ومع مباراتي الغد، المباراة الأولى اللي تجمع فرنسا والأورغواي. خلينا نأخذ بعض الأرقام والمعلومات والإحصائيات من مراسلنا سلطان حبتر. سلطان الكلمة لديك. شكرا لك زميلي هاني، تحية لك وتحية لضيفيك الكريمين الأستاذ فلاح القحطاني والأستاذ عبد الوهاب الوهيب، أحييكما أيها الجميلان ومنورين الاستديو. أيضا أرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين مشاهدي قنوات KSA سبورت، أحييكم من هنا من العاصمة السعودية الرياض وتحديدا في مركزها للمعارض والمؤتمرات في فعالية أقيمت تحت رعاية من الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. كل هذا وأكثر تجدون أعزائي المشاهدين انطلاقا من عيش المونديال، شجعك أنك في أرض الملعب. هذه الفعالية التي مخصصة لجميع الأطياف العمرية ولجميع أطياف المجتمع ترحب بكم، وأبوابها مفتوحة من الساعة 4 وحتى الساعة 1:30 صباحا. لدينا الكثير والكثير في هذه الفعالية، ولكن دعونا نتحدث قليلا عن مباراة الغد التي تقام إن شاء الله بين فرنسا والأورغواي، وتحديدا الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، حين تحدث المدير الفني لفرنسا الكابتن أو المدرب ديشامب الذي أكد على لاعبه أو لاعب خط الهجوم في منتخب فرنسا مبابي بأنه يمتلك الكثير والكثير، ولكن عليه أن يبذل قصارى جهده في الحفاظ على يعني لياقته والحفاظ على بذل الكثير من العطاء داخل أرضية الملعب، خاصة أنه يعني يحتاج إلى كثير من التوجيهات في أرضية الملعب عندما تكون اللحظات حاسمة. أيضا أكد ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا وأكد فيه عن الأوروغواي بأن نجم الأوروغواي يحتاج إلى لا يعلم هل سيلعب غدا أم لم يلعب الكابتن كافاني، في حين أكد أنه لو لعب هذه المباراة أكد بأن منتخبه جاهز لخوض هذه المباراة، فيما أكد بأن منتخب الأوروغواي لديهم يعني دفاع قوي ولديهم هجوم مختلف وبطريقة شرسة حسب ما أفاد فيها المدير الفني لمنتخب فرنسا. في الجانب الآخر هاني، قد يكون منتخب البرازيل وبلجيكا بين مارتينيز وتيتي الكثير والكثير، لكن إن شاء الله حنطلع فيها إن شاء الله بفاصل آخر ونتحدث عنه الكثير. الآن لو سمحت لي هاني والسادة المشاهدين بأخذ أكم سواء من الزوار أو من المنظمين، أولا نرحب فيك اليوم على شاشة قنوات KSA سبورت، اليوم أنت من أحد الزوار أو الموجودين في فعالية استاد موسكو، كيف تصف الفعالية؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف ان اليوم الفعالية او من يوم ما بدت الفعالية ان فيها لها اقبال. الفعالية انا اشوف انها ممتازة مرة الحمد لله، يعني كل شيء متوفر وكل شيء موجود، يعني على اوجه وجه ولا على يعني اكمل وجه تشوفها وتمام، يعني أفضل الحمد لله. يعني جميل، اليوم اللي يسبق دور الربع النهائي أكيد الكثير والكثير من الأحاديث قبيل انطلاقة مباراة فرنسا والأورغواي سواء البرازيل وبلجيكا في الساعة 9 مساء، كيف تشوف قبل هالأجواء؟ هل فعلا أن هناك مفاجأة ستحصل؟ والله كل الأفرقة صراحة، سواء جيت من فرنسا أو جيت من الأورغواي، كل واحد يمتلك عنده الدفاع وعنده هجوم ووسط، بس انا ارشح يعني ان شاء الله ان تكون فرنسا، لان فرنسا تمتلك يعني مقومات سواء في الدفاع سواء في الهجوم سواء في اللاعبين الوسط، فانا يعني وامل وان شاء الله ان فرنسا تاخذها يعني ان شاء الله ضد الأوروغواي. طيب المباراه الثانيه برازيل، هي البرازيل ضد بلجيكا، بلجيكا بلجيكا ترى صعبه، يعني مناصرين بلجيكا يقولون منتخبنا مو بسهل البرازيل يتخطاه، بس بلجيكا اوكي انا معك بهالشيء بس ما عنده ذيك الخبره يعني في النهائيات. نشوف احنا المنتخب البرازيلي يعني من دفاعه الى هجومه وهو قاعد يؤدي يعني واجباته، فتطلع مباراه حلوه يعني سواء بيصير في تحفظ الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بنشوف ان شاء الله يعني هجمات وبنشوف يعني هجوم قوي وكاسح، فاللي بياخذها منه ان شاء الله يعني نتمنى. يعني هو المرشح الوحيد لكاس العالم؟ طبعا هي اكيد طبعا خلاص. طيب لسه في مباريات يوم السبت، ما مو بذيك القويه يعني، مو زي يعني البرازيل وبلجيكا ولا زي فرنسا والاورغواي، ما الباقي المباريات يعني انجلترا تقريبا ضد السويد او ضد السويد مو بذيك يعني تقاس،
فبكره هو اللي ان شاء الله يعني يبين الحتم الحسم في هذا الشيء يعني ان شاء الله. يعطيك العافيه، ان شاء الله انك تستمتع بوقتك في هذه الفعاليه. شكرا لك. الله يعطيك العافيه، حياك الله. هذا كان حديث احد الزوار اعزائي المشاهدين في هذه الفعاليه. لا نعود الى الاخ او الاستاذ فيصل احد المنظمين في هذه الفعاليه. نرحب فيك اليوم انت في فعاليه استاد موسكو، يعني ليت تخبرنا وتخبر الساده المشاهدين ايش اللي جالسين تقدمونه للزوار. احنا فعاليه استاد موسكو للاطفال، متوفر عندنا جناح مكون من عده اركان اللي هي القدم والسله والرمايه والسوني والرسم، شامله تذكره واحده شامله لجميع الالعاب، مقابلها 25 تقريبا. بس جميل، يعني الطفل الان ما يشيلون اهم اهله، يعني يروحون يشوفون المباراه ويعني يخلون الطفل في مونديال الطفل وانتم تقومون بالباقي. صحيح، حريصين على الشيء هذا لدرجه وفرنا يعني لسته على اسمائهم وارقامهم، بحال صار شيء او يبون شيء نطلعهم باذنهم. طبعا اللي هي بيانات ولي الامر. صحيح. جميل، طيب كيف شفتوا يعني تعامل الاهالي معكم؟ كيف شفتوا مدى رضاهم عن هذه الفعاليه؟ جميل، يلا لك الحمد، راضين على اتم وجه لله الحمد. طيب وش اللي حاب توجهه للناس اللي جالسين تشوفنا او الناس اللي ما زاروا هالمكان؟ يزورونه وياخذون فكره عنه افضل. جميل. بالضبط. طيب بسالك سؤال، من تتوقع ياخذ كاس العالم؟ ان شاء الله. البرازيل؟ ان شاء الله. انا اشوفك حتى من قبل الهواء وانت تقول لي البرازيل حتعمل شيء. باذن الله، نقول ان شاء الله. يعطيك العافيه وشكرا لك الاستاذ فيصل احد منظمين هذه الفعاليه، شكرا لك. شكرا لك حبيبي، يعطيك العافيه، يا هلا. شكرا للاستاذ فيصل، شكرا لمن سبق، شكرا للزوار الكرام، شكرا لمن هم خلف هذه الفعاليه. اعود اليك هاني بالكلمه والصوره، تفضل. الف شكر لك سلطان. خلال الفاصل انا كنت بتكلم عن فرنسا والاورجواي، لكن خلال الفاصل انت اعطيتنا قصه جميله وحكايه جميله، تقول لي في كل دور كان عندكم في روسيا متخصص، كان واحد متخصص في نوع معين على طاري القهوه هذه. اي والله على طاري القهوه، طبعا شوف القهوه العربيه هناك نادرك تلقاها، لكن أيه. الشباب جزاهم الله خير، بس في ناس اخذ احتياطه فيها. انا شوف اول ليله جينا، طبعا عشان تكون الصوره احنا يمكن طلعنا من هنا 3:30 أيه. العصر، اتوقع انا كنت من الناس متوقعين نفطر بدري، هذا أيه. الفطور الساعه 9:30 توقيت السعوديه، يعني وصلنا المطار 9:30، جينا نبغى نفطر خانكم الطيارة. اي لا خلاص يعني صمنا اكثر من يمكن ساعتين زياده عن العاده، شربنا مويه، ما كان في فطور، يعني خلاص اللي فطوره اكلوه المفطرين في الطياره. فلما طلعنا من المطار ووصلنا الفندق الفجر تقريبا، دخل الفجر يعني ما يمديك تصور. فكنت انا بصراحه قاعد افكر اقول من وين اجيب قهوه، اول ما دخلت غرفه ريحت شوي. وليه ما اخذت احتياطك من لا ما يعني بصراحه ما يعني انا من النوع اللي ما يحب انه يشيل. طيب من كان مسؤول القهوه؟ من كان الاختصاص القهوه؟ بقول لك أيه. فاول ما فتحت الغرفه كذا طالع لا ريحه القهوه العربيه جيت تفوح شحال وين ذا؟ احنا الف ثاني غرفه جنبي القى الزملاء ناصر العساف زميلنا في اللجنه الاولمبيه ومجموعه من الزملاء من القهوه والتمر والكليجه ما شاء الله. فطبعا ناصر الله يذكره بالخير صار يوميا انا غرفتي يعني من حسن حظي غرفتي جنب غرفتي عرفت، فكنت اول ما اصحى الظهر كذا ريحه تدق علي على طول. لا كل دور في كل دور زي اخصائي ايه. في زميل الصويلحي تحت ايه. الدور الثاني قهوه ايه. طيب منو اخصائي البلوت تقول لي؟ هذا مريح، مريح في الدور اللي فوق هو اخصائي البلوت. لا لا قهوه والله حق قهوه، لا قهوه من بدري من الصباح. المريح الله يذكره بالخير انا صرت اجيه كثير يعني، وهو من الناس اللي انا فعلا تشرفت فيه ومعرفته هناك يعني الامانه، يعني هم عندهم هالشمال يسمونها الشبه، فتجي الساعه يعني سواء في الصباح او خاصه في الليل جميل. يعني يتجمعون الشباب لعبه البلوت والقهوه حلو، يعني كان في اجواء جميله، اجواء جميله يعني فعلا زي ما قال بصراحه يعني جميل. طيب خلينا نرجع لمباراه فرنسا والاورجواي. ابو يزيد، فرنسا منتخب متطور، يعني اللي شافه في المباراه الاولى ما يقول هو منتخب الفرنسي في المباراه الاخيره والفوز الساحق على المنتخب الارجنتيني. ايضا منتخب الاورجواي كان في وتيره واحده، منتخب عرفناه من سنين سابقه، منتخب الفوز عنده بهدفين فقط، صاحب منهجيه واحده، اعتماد على مجموعه فريق كامله. كيف شايف مباراه الغد الاولى بين فرنسا والاورجواي؟ طبعا ما في شك المباراه ما راح تكون سهله ابدا لاي من الفريقين، لكن انا اعتقد يمكن ميزه المنتخب الفرنسي يكون يلعب تقريبا بطريقه جماعيه، كذلك وجود الحلول الفرديه موجوده، يعني شفنا اللاعب مبابي في مباراه الارجنتين كان علامه فارقه. 19 سنه طبعا ويعتبر يعني الاداء الخرافي اللي قدمه انا اعتقد يعني
يعني ممكن ينافس على افضل لاعب في البطوله يعني انا من وجهه نظري يعني على الاداء اللي شفناه. فنعتقد المنتخب الفرنسي قد يكون هو الاقرب للفوز بحكم الخبره في كاس العالم. طبعا نتكلم عن المنتخب الحالي دائما كذا نقول في مباريات الاورجواي دائما نرشح الفريق الثاني اذا كان منتخب الاورجواي ترى يعتمد يمكن على سواريز وعلى كفاني تقريبا. شوف المباراه هي بين اقوى خطين هجوم في كاس العالم صحيح، لكن واقوى خط دفاع هدف واحد دفاع. فقط الاورجواي يعتبر الى الان بوجود جودين مارادونا عنه هذا افضل مدافع في العالم يعني هو اذا كان مدافع اتلتيكو اذا كان فرنسا يتفوق في الوسط الاورجواي يتفوق في الدفاع، لكن في الهجوم هذا هنا كفاني سواريز وهنا طيب جريزمان في ضربه موجعه للاورجواي غياب كفاني المحتمل في احتماليه اللعب ولا لا المباراة في احتماليه انه يرجع يلعب، لكن انا اتصور انها مباراه فيها اهداف هذا امر باذن الله انه سيحصل لا شك، لانه بوجود هدافين مثل مبابي مثل غريزمان مثل سواريز هو الى الان يقولون 60 الى 70% غياب النجم الكبير كفاني، حتى تحدث عنه ديشان في المؤتمر الصحفي قال انه سنلعب ضد الاورجواي ولا نلعب ضد كفاني. وهل تتوقع ان الاورجواي منتخب اللي طلع سواريز وكفاني ما عنده بديل جاهز؟ يعني انا اتصور انه عندهم حتى في الوسط في بنتاكور عندهم جودين في خط الدفاع عندهم نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية عريقة في أتلتيكو في اليوفي في برشلونة يعني في باريس سان جيرمان فريق مو بسهل يعني سنة صعبة يعني كفاني اسم كبير حتى الشباب يعطوني معلومة يقولوا لي في الإعداد يقولوا لي آخر ثلاث مباريات أو آخر ثلاث تمارين للمنتخب الأورجواي ما كان مشارك فيها يعني احتمالية غيابة كبيرة على احتمالات غيابة كثيرة لكنه قد يشارك في 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 أي وقت من أوقات المباراة لأنه أنا أتوقع أنهم منظومة واحدة بالأورجواي بالذات يعني سواريز هنا كفاني حتى شفنا الهدف الأخير كان من صناعة سواريز اللي كفاني بدأوها سوا مع بعض لكن الفكرة وشو الفكرة أنه منتخب فرنسا قوي 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 يعني صحيح في بالذات في خط كأسماء وتكتيك أو كأسماء لا أسماء في خط الوسط والهجوم تحديدا في خط الوسط والهجوم يمتلك نجوم حتى يعني حتى لا طريقة الأداء أنا بالنسبة لي مدرب فرنسا ما يعجبني وإن كان إن خسر منتخب فرنسا فهو بسبب المدرب بس ديشام لأنه ترك قدرات وإمكانيات أيضا في فرنسا تركهم ما ضمهم بنزيما يعني مو بنزيما حتى ريبري لاعب طرف مو بسهل طبعا عنده الان في منتخب فرنسا بس انت تتكلم عن ثلاثي هجومي قوي تتكلم عن غريزمان تتكلم عن مبابي تتكلم على لاعب برشلونه لاعب البرشلونه لاعب صغير في السن اللي انتقل قريب من دورتموند اعتقد نسيت اسمه والله ما احب ديمبلي عثمان ديمبلي تتكلم عن نجوم كبار تتكلم عن بوجبا تتكلم عن ام تيتي مدافع دفاعهم فقط دفاعهم من اعظم فريقين يعني دفاعهم من ريال مدريد ومن برشلونه فاران ام تيتي اي نعم بس في معهم يعني انا بالنسبه لي وجهه نظري انه ما في مدرب يقودها طبعا افضل مرحله مرت فيها الكره الفرنسيه من جيل كاس العالم 98 هذه المرحله انا في وجهه نظري افضل جيل كثير يتكلم عن هذا لانه عنده منتخب حتى منتخب بديل اخر قادر على المنافس صحيح نجوميه يعني اسماء تغييراته ماتويدي تغييراته نجوم كبار عندهم عدد لا يحصى حتى جيرو في ناس ما انضموا للمنتخب الفرنسي صحيح. لكن مدربهم في طريقة أتذكر كأس أمم أوروبا من أسباب خروج المنتخب الفرنسي عدم فوزه بالبطولة عندنا مدرب. هذه الثقافة في ذهننا كثير أنتم كإعلاميين أنه ثقافة أنه المدرب أخفق في أي لحظة إحنا شفنا التجربة الألمانية الآن وشفنا يعني كانت الصدمة من كثيرين الآن بعد خروج ألمانيا في الدور الأول الاتحاد الألماني جدد الثقة في لوف يعني هذه لو حصلت في أي دولة عربية كان المدرب هو أول الرحلات الإقصائية في هذا الجانب لا عقلانيين لأنهم يعرفون أن هذا المنتخب جيل اقترب من النهاية وهم بصدد صناعة جيل آخر اللي هو اللي فاز في الأولمبياد كان تتذكر منتخب البديل الصف الثاني ومنتخبهم للشباب أيضا نافس على كأس أوروبا للشباب عندهم جيل جاهز الآن تعتبر خيمة أمل كبيرة يعني أنت شارك بهذه الأسماء ألماني بطل كأس العالم للدور الأول ما لها أي عذر كان كبير فيه لا بس هذا صار لأسبانيا بطلة 2010 في 2014 بس التكرار يعتبر انك وصار ما اخذت فرنسا على فكره هذا الشيء بطل 98 في 2006 صحيح اكثر من مره كان يعني انا اقصد انه البطل مو بالضروره انه يرجع يكون بطل ثاني مره لكن بالنسبه للمدرب لا مي بنظرتنا تجاه المدربين اللي تحمل الفكره لا كنا نتكلم عن أداءه مع منتخب اوروبا منتخب فرنسا في امم اوروبا وايضا غياب نجوميه لاعبين كبار يعني لهم شهره واسعه ولهم نجوميه في انديتهم
غياب أدائهم مع هذا المدرب، هذا يدل على أنه يحصلهم في أطر محددة، في واجبات محددة. يعني لو شفنا باستثناء مبابي وغريزمان اللي هم يشتغلون في الهجمات المرتدة، ما في أحد بارز بشكل كبير. يعني حتى المحور اللي أخذ ما كان، ما عندك، ما شفت تكتيك واضح للفرنسيين في كأس العالم حتى الآن. لعب هجمة مرتدة، يعني لو 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 الأرجواي دافعوا كعادتهم، الأرجواي دفاعهم قوي، لو دافعوا كعادتهم وهم اللي لعبوا المرتدة ممكن يتفوقون على المنتخب. طيب بس إنك تفوز على المنتخب، يعني مهما كان إنك تفوز على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف وتتأهل لدور الثمانية، هذه نتيجة كبيرة على منتخب كبير مثل الأرجنتيني. المنتخب الفرنسي سهل، لا منتخب قوي يا أخي، لا بالعكس، ومؤهل إنه يأخذ كأس العالم. بس في شغل تكتيكي إذا كان منتخب فرنسا، منتخب البرازيل، منتخب إنجلترا، ومنتخب الأرجواي. بالمناسبة هذه المنتخبات كلها سبق وحصلت على كأس العالم، بينما المنتخبات الأخرى الأربع لم يسبق لها أن تحصل يعني على كأس العالم. ودك تطلع هالمنتخبات؟ أنا بالنسبة لي أتمنى بطل جديد. أنا بالنسبة لي أتمنى بطل جديد. من ترشح أبو يزيد يكون بطل جديد؟ أنا أقول الفائز من مباراة فرنسا والأوروغواي، طبعا هو حيقابل الفائز من مباراة البرازيل وبلجيكا. اللي الفائز في دور الأربعة من هالمجموعة من هالمسار، أنا أعتقد أنه بطل كأس العالم. يعني لو شفنا المسار الثاني، أنا أعتقد 90% من وجهة نظري بناء على المستويات الفنية أسهل بكثير من هذا المسار. كرواتيا حتكون في النهائي، كرواتيا تقريبا حتكون في النهائي. هنا عندك بلجيكا، عندك فرنسا، وين راحت إنجلترا؟ عندك وين راحت إنجلترا؟ لا إنجلترا يعني ما أتوقع أنا راح تصمد. يعني أنا شفناها في مباراة كولومبيا، يعني يدوب فازت في بضربات الحظة الترجيحية، وما أعتقد أنها يعني الإنجليز لا إيه أكيد أكيد ما أعتقد إذا تجاوزت. طيب بلجيكا شفناها يعني تعبت كثير مع المنتخب اليابان، بس بلجيكا يعني كانت مقدمة، يعني الهدف الأخير هذا أنا أعتقد بحد ذاته هذا يعتبر دفع درس العودة الكبيرة في, 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 في كرة القدم. يعني لما يتبقى أقل من 25 ثانية وانت فاول عليك وهجمة في 10 ثواني وترجع في ثلاث انت لو لاحظت السدهاني ولا هنا بصراحه 10 ثواني كانت تحركات اللاعب اللي طبعا لما الحارس مر الكره اعطاه اللاعب الوسط نعم تقريبا هو اتجه على اليسار فتح مساحه لزميله اللي جاي من الخلف. لما تمرت الكره طبعا الجميع المدافعين اتجهوا معاه، لما 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 الكره طبعا فتح المجال اعطاه زميله نفس الحركه سواها جل الكره وفتح المجال زميل الاخر، فكانت يعني ثلاث لمسات تقريبا الاربع لمسات في المرمى 10 ثواني توقع 10 ثواني من الحارس الى وسط يعني الكورتو الى اربع لاعبين تناقلوها فقط اربع لاعبين ويمكن اقل من 10 ثواني ويعني اليابان كانت قريبه. يعني واضح ان في جمله تكتيكيه، في واضح ان فريق ثقيل في كلام منطقي. ليش؟ لانه فيه رباطه جأش اول شيء لهذا الفريق، واثق من نفسه الى اخر ثانيه في المباراه، في تنظيم، في جماعيه، غير ذلك يدل على قوه فريق. اي غير ذلك المهزوم 2-0 صح، يعني لا تنسى 2-0 العوده صعبه كانت، وهذه معنويا بتفيدهم في المباراه الجايه. انا اعتقد معنويا بلجيكا اتوقع فريق توديهم للنهائي، فريق ثقيل بلجيكا. اي نعم، وانا وجهه نظري افضل اثنين ممكن ان يوصلوا النهائي اللي هو بلجيكا وفرنسا. يعني حتى البرازيل لو تلاحظ البرازيل اذا يتحرك نيمار او كان له بصمه مباراه طبعا اكيد انها طيب. بس ما يصلون بلجيكا وفرنسا، بس اذا مستحيل. اذا غاب نيمار او ما تحرك نيمار مستحيل يصلون بلجيكا وفرنسا. شلون؟ لا انا مش في واحد منهم مسار. اي مش في نفس، لانه في نفس المسار بلجيكا وفرنسا. ايه صحيح، نفس المسار واحد. اتكلمك على الاورجواي، ايش ممكن تسوي الاورجواي بكره بدون كافاني؟ ايش ممكن يطلع؟ يعني عارفين الفريق المنتخب الاورجواي منتخب دفاعي كثير، شفنا حتى الفوز يعتبر بهدف بهدفين بطريقه صحيح. صعب الاعتماد كليا على سواريز، على كفاية راح يسهل كثير مهمه فرنسا اكيد ما في شك. يعني انا زي ما ذكرت منه، يعني حتى ولو حضر كفاني انا اعتقد ان الأرجواي راح حتواجه صعوبه، يعني ما راح تواجه سهوله، ما راح تكون مباراتها سهله صراحه يعني مع فرنسا. بالعكس يعني فما بالك الان بغياب كفاني، اذا كان غياب بنسبه 60-70% حتى ولا لعب زي ما ذكر الزميل عبد الوهاب في اي جزء، ما اعتقد انه راح يكون جاهز يعني يلعب بنفس الاداء بنفس الحاله. فانا اعتقد الأرجواي قياسا الإمكانيات اللي موجودة عندها وقياسا بالأداء اللي قدمته كثر خيرها أنها وصلت فعلا إلى دور الثمانية. فأنا أعتقد أن بكرة راح تكون نهاية فرنسية الهوى والهوية، فرنسية الهوى، بلد الجمال، بلد العطور. أنا طبعا قلبي ودك تتودد للفرنسيين، عندك رحلة فرنسية شكلها. لا بالعكس، يعني أنا بصراحة بعد مباراة الأورجواي بعد مباراة الأرجنتين منتخب فرنسا غير نظرتي تماما له، يعني جدا. يعني لو تلاحظ بعد الهدف، يعني لما تقدمت الأرجنتين بالهدف الثاني أنا توقعت أن حيواجه الفرنسيين صعوبة. بالعكس يعني شو حتى الهدف التعادل يعني
يعني كان في إصرار عجيب، كان في كورة، كان في تكتيك، كان في إصرار عجيب. حتى الهدف الثاني، جاء الهدف الثاني صح. الهدف الثالث انهارت الأرجنتين، يعني الأرجنتين كانت يعني مجرد محاولات فردية، يعني ما كان ما كان في أداء، يعني اعتمادهم كلهم على يمكن ميسي، وميسي خلاص من يعني وطلع ميسي وكريستيانو في يوم واحد. هذا انا تدري انا مبسوط لهذا السبب، كريستيانو ترى بيصير لاعبهم الان، بيصير لاعب اليوفي وترى ابو لا لا صادق في كاس العالم قلبوها ريال مدريد وبرشلونه. لا لا اصدقاء انا اسميهم اصدقاء ميسي واصدقاء طيب شيء عادي، كل لاعب له عشاق. اي ما استمتعوا بكره القدم، استمتع من خلال الفراغ. ابى اقول لك معلومه يمكن تشوفها غريبه، انا طبعا مدريدي لكن كنت اشجع الارجنتين لاني احب مو شوف رغم ان ميسي موجود، وكنت يعني من الناس اللي يستمتعون بلعب ميسي وكثير عرفت. فالقضيه ما هي قضيه خلاص اني احب اللاعب هذا اني يعني اطقطق على يعني شوف الان تقول يعني كان برشلونه وريال مدريد اللي موجودين فيه شو اسمه في كاس العالم. طيب فانا انبسطت صراحه لما خرج المنتخب، والله ما كان ودي يطلع يعني ما كان بس ما دام طلع خلاص بس خليه حبيبي. لا والله بس انه وجود نجوم بوهج يعطينا وهج اكثر لهذا الكاس، رونالدو وميسي كان لا بالعكس خليك تشوف. طيب كان في انتصار بفرح هذه كاس العالم، كثير يتكلمون انه كان في انتصار كبير للغه الدفاعيه او المنهج الدفاعي في هذا الكاس العالم. كثير منهم تكلموا انه كل اللي كانوا طريقه الاستحواذ الاعلى ارقاما في هذه الناحيه خرجوا من كاس العالم وفي صدارتهم المنتخب الكبير العريق الاسباني. خلني اعدل الجمله اذا سمحت لي طبعا وانت مديرنا هنا. لا بالعكس كلكم مدراء. انا اقول انتصار الكره الجماعيه مو الكره الدفاعيه، انتصار الكره الجماعيه على الكره الفرديه. لو لاحظنا بس طريقه دفاعيه تصنف في التكتيك الـ 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 لا في منتخبات دفاعيه زي روسيا زي اورغواي زي وصلت للادوار هذه دور الثمانيه يعني وفيها كرات هجوميه وايضا وصلت يعني كرواتيا كانت تلعب كره ممتعه، فرنسا كانت تلعب كره ممتعه، حتى وان كانت تعتمد في بعض اجزاء المباراه على ارتدادات سريعه، لكن هذه قدرات لعبتها ومن حقها تستثمر افضل قدراتها. فانا اقول انه هو الانتصار كان للكره الجماعيه. كره جميل. القدم الان لا تعتمد جميل. على لاعب لاعبين في الفريق جميل. اذا طاقم الفريق ال 11 لاعب ما خدموا بعضهم البعض ما راح يفوز الفريق. يعني كانت هجمه بلجيكا في الدقائق الأخيرة اللي تتكلم عنها درس كبير في هذا الجانب كان دليل واضح على أهمية الكرة الجماعية. لو أي لاعب طيب. من الحارس الأربع لاعبين اللي لمسوا الكرة أو الخمس لاعبين جميل. خلنا نحط المهاجم اللي قفز وجلاها نحطه مع الهجمة جميل. الخمس لاعبين لو واحد منهم ما أدى دوره بإتقان الجماعي دوره الجماعي في دوره في المجموعة كان منظومة الهدف ما اكتملت كان تخلوا شوط إضافية وكان احتمال يطلعوا من كأس العالم. طيب جميل خلينا يعني أكبر مثال لحديثك هو أنه كان صدمة كبيرة في خروج ميسي وكريستيانو في يوم واحد هذان المنتخبان العريقان مثلا في الأرجنتين والبرتغال. خليني أروح للمباراة الثانية مباراة البرازيل وبلجيكا ومعلومات وإحصائيات عن هذه المباراة مع سلطان. شكرا لك زميلي هاني، شكرا لك ولضيوفك الكرام. بلا يعني اعزائي المشاهدين اعود لكم مجددا، اكيد تحدثنا قبل قليل عن مباراة المرتقبة غدا في وتقام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتكون بين فرنسا والأوروغواي. خلونا نتكلم عن المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة بين البرازيل وبلجيكا، فيما أكد المدير الفني لمنتخب بلجيكا مارتينيز بأن المباراة جدا قوية ويعني والبرازيل جدا متمرسة ومتعودة على كأس العالم وحصلت على ألقاب عدة ولديها هذا التاريخ المليء بالمنجزات، فمن السهل بأن اللاعبين البرازيل يدخلون إلى أرضية الملعب بنفسية يعني جدا يعني متمرسة لأجواء كأس العالم. بينما أكد مارتينيز على أهمية هذا اللقاء وأن فريقه إن شاء الله بيكون في اليوم في بالنسبة للعب سواء للهجوم أو بالنسبة للدفاع ويمتلك لاعبين ذو خبرة لوكاكو وإيدين هازارد، في حين أكد مارتينيز عن إيدين هازارد بأن اللاعب يعني يتمتع بموهبة وذكاء عالي، في حين أنه يعرف كيف يسرع اللعب ويعرف كيف
يعني يضع يعني لمسات داخل الملعب، وهو لاعب رائع. هذا كله يعني ما فصل فيه مارتينيز في المؤتمر الصحفي اليوم، أكد على أهمية مباراته بالتأكيد أمام منتخب البرازيل، في حين أن أكد أن البرازيل منتخب بطل متمرس على الألقاب ومن ضمنها كأس العالم. هاني وأعزائي المشاهدين، يمكن المكان اللي أنا فيها للأمانة مكان ما شاء الله قهوة عربي، تشم الحين ريحة البن وريحة الهيل، أكيد ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا بنفسي متشوق ما شاء الله للقهوة، يعني يشرف عليها شباب سعوديين نفتخر فيهم في هذه الفعالية. ورحب فيك اليوم على شاشة قنوات كيسي سبورت، أنت ما شاء الله جالس تزين الدلة وأنا جالس، إيش اللي جالس تقدمه؟ والله أنا عندي الشعبي القهوة العربي والشاي، ومن تشوف الأباريق شعبية والدلال كلها ما شاء الله جميلة وصغيرة مثل ما تشوف، يعني يحبونها الناس. جميل. أنا اخترت يعني أكون قهوة عربي وشعبي، هذا مجالي نمشي فيه وندخل فيه في الأفنتات، وما شاء الله يعني المباريات القوية نشوف ضغط ونشوف عالم، وفي ناس تيجي تسألني كيف تسوي القهوة ما أدري، هذا شغلنا يعني. هذا سر المهنة. اي نعم. جميل. طيب أنت كيف تقيم حضور يعني الزوار للمهرجان خصوصا في أوقات المباريات؟ هل يعني تلقى فيه يعني طلب كثير على القهوة؟ أكيد أكيد، يعني حتى عندي أنا قهوة وعندي كاتشب، عندي الفلبن يشتغلون معي، قالوا احنا بنلغي نسوي قهوة يعني عربي، لأن العربي ما شاء الله يعني زباينة واجد. يعني ما شاء الله حتى المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية صاروا يطلبون القهوة العربية. إيه نعم أكيد، القهوة العربية العالم كلها تدور لها، يعني الواحد يجي يحط عياله صغار يجلسون ويجلسوا وأهله يتقهون. يتقهوا. خلاص ما شاء الله، يعني المكان هنا مهيئ يعني للجلوس وبعض الالعاب اللي موجوده، الكيرم، الشيش، الورق. اي انت بالقهوه عاد لا يصير فيها شيء، فنجال بس. جعلك تسلم. اهلا وسهلا، سم الله حبيبك. تسلم، احنا تشرفنا فيك اكيد. انتم من الشباب الامانه اللي نفتخر فيهم. وش توجه رساله؟ توجه رساله للعالم، تجي تشوف المباريات، تحط عيالها تلعب تستريح، وتجي تتقهوى عندنا. الله يعطيك العافية، شكرا لك. أهلا وسهلا، حياكم. كان هذا حديث أحد الموجودين في البوثات أو المقامة في أحد زوايا الفعالية. للأمانة هاني والله الريحة هنا، أنا أنصحكم بعد ما تخلصون من اللايف أنت وضيوفك الكرام إن شاء الله أنكم تجون وتتذوقون هالقهوة. أعود إليك هاني بالكلمة والصورة. الله يعطيك العافية سلطان، والريحة هنا والدلة هنا. أبو يزيد، عن مباراة ما عندنا وقت كبير، عن مباراة البرازيل بلجيكا، أنت هنا أمام نيمار، أمام إليان، أمام كاسيميرو، هناك أمام هازارد ولوكاكو ونجوم كثر. طبعا من سوء حظ عشاق المتعة وعشاق كرة القدم أن نهائي مبكر، أي نهائي مبكر يعني في دور الثمانية، أضف إلى ذلك وجود بلجيكا في نفس المجموعة. أنا أعتقد المباراة حتكون مباراة للتاريخ صراحة، مباراة بين البن البرازيلي والحلو البلجيكي. وإن كان البرازيل مشكلته سبهاني، البرازيل مشكلته يعتمد تقريبا بنسبة 50-60% على نيمار، يعني لو تعطل نيمار لأي سبب من الأسباب وتم مرافقة في غياب واضح كان لكاسيميرو، الغياب ممكن موقوف لاعب كاسيميرو، فأعتقد في حضر نيمار طبعا بحيويته المعروفة وبنشاطه المعروف حيكون في لها بصمة في المباراة، مش حتكون برا بعكس منتخب طبعا بلجيكا اللي يملك العديد من النجوم، وشوفناها في المباراه اللي طيب راحت. ما عندي وقت باخذ توقعك، بس حديث اخير عن مباراه البرازيل وبلجيكا، لان انا قلت ابغى بطل جديد، معناها اتمنى فوز بلجيكا. انتظروه. شوف منتخب البرازيل عريق واحد ابطال التاريخيين لكاس العالم، خمس نجوم لديه ويبحث عن السادسه، يعني حقق خمس كؤوس عالم ولديه لعيبه مميزين وعنده ثار كبير من المونديال السابق اللي نعم، لكنه الالماني لكنه ما اتصور انه، انا وجهه نظري يعني كمتابع بسيط، ان البرازيل بيفوز بكاس العالم هذه. ايش توقعك هذه المباراه؟ فوز بلجيكا. كم ممكن؟ شوف وسط بلجيكا بحضور دي بروين وفيسل دي بروين وقدامهم هازارد وغياب كاسيميرو اللي هو محور البرازيل، راح يلعب فرناندينهو يعني مقارب له، يعني متقارب، لكنه عندهم حلول اكثر بلجيكا. واتمنى فوز بلجيكا صراحه، واتمنى بطل جديد لكاس العالم، نبغى نشوف ابطال جديد. يعني توقعاتك البلجيكا هم اللي راح ينهوا؟ نعم، كره القدم تغيرت، النجم الاوحد ما يخدم الفريق، هذا اللي كنا نتكلم عليه. واضح الكره الاخيره البلجيكا، الهدف الاخير كان مبهر كثير لدرجه لا ما اتمنى فوز الفريق النجم الواحد. طيب ابو يزيد، ايش توقعك؟ اتوقعها البرازيل.
2-1 توقعت يعني شوف خليني عكس المطرح لا شوف البرازيل خلينا نكون يعني البرازيل تتغير الاجيال تتغير الازمات هي البرازيل هي البرازيل حتبقى البرازيل صحيح. لذلك انا اتوقع شخصيا يمكن اميل لبلجيكا يعني بحكم الاداء اللي شفته يعني انا اشوف انها فنيا افضل بصراحه يعني لكن اتوقع انها حتفوز البرازيل ان صح توقعك تعشيني انا اذا صح توقعي أيه. لا المفروض العكس لا لا من جهه واحده لا تم تم خلاص ما في مشكله معنا يا ابو الحاضر لازم يحضر خلاص الحاضر لا يفوز يفوز البرازيل يعشي لا ما بجاي انا المفروض العكس انا ابغى بلجيكا يعني زعلوا عشان خلاص لا لا اذا فاز البرازيل ان شاء الله كلكم طيب فلاح القحطان الاعلامي الناقد الرياضي شكرا لك ابو يزيد شكرا لحضورك سعيد جدا متواجد معك استاذ هاني وسعيد جدا متواجد مع الزميل ايقونه الفرح ابو فرح اللي كان جميل فرح في روسيا وان شاء الله انها كانت حلقه مميزه للجميع ابو وهاب الهيب الاعلامي الناقد شكرا لك ابو فرح شكرا لحضورك شكرا لك شكرا للقناه الرياضيه وترى على طاري المدح اللي قلناه في اول حلقه ترى ما مدحنا الحين القناه الرياضيه والله اللي سووه في روسيا شيء خيال برنامجين لايف غير البرامج اللي تبث من هنا من السعوديه برنامجين لايف من روسيا بمذيعين مختلفين بطاقم مختلف بضيوف مختلفين بظهور لافت في موقع استراتيجي رياضيه بذات جهد جبار بمراسلينها اللي في الميدان الله يوفقهم يستاهلون يستاهلون شكرا الاخير لكم انتم مشاهدين الكرام اللي تستاهلون كل شيء حتى وان حصل تقصير فمنكم العذر والسموح شكر خاص لكم مني انا هاني العزيزي حتى التقيكم في حلقه الغد دمتم في امان الله